إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته الأئمة الحق بإذن جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمشرفين وجميع الملائكة المقربين وصدق شهد الله الجيلاني لخاطرة مشيخنا من الأنبياء صلى الله عليه وسلم الآن وبالخلافة الشفاعة باطل سبت المدبي العليا والعارفين وشهداء والصالحين ثم إلى جميع المؤمنين والأبناء والمسلمين والمسلمات مما شر الأرض بها بلغنا وصلنا بين مهدنا وجدادنا وجداتنا وعلمتنا وسادتنا ومعنا جميع المؤمنين والأبناء والمسلمين والمسلمات ومدفوق علينا وفاض الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي جميعا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الإبلاء باسم الذات العلية مستدر بيض البركات على ما أنا له وحولا وأثني بحمد موالده سائغة هنية ممتدية من الشكر الجميل معطايا وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرون الكريمة والجبال واستمع عطاة على رضواني يخص الإدرة الطاهرة النبوية الله ويعم الصحابة والأتباع وموالاه واستجدي هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وخفض من الغواية في خطط الخطأ وخطى وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظمة من النسب الشريف قد اندحل المسامع بهلا واستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عدر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فقل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد همدت حصان سنيا ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن
ابن قصي واسمه مجمع سمي بن قصي بن قصي لتقاسيه في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب اسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لعي بن غالب بن فري واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أتى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنى نسنة سنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه شارع وأبا. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى ذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى. فعظم به من إقد تعلقت كواكبه الدرية، وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسطته المنتقى. نسب تاسب العلا أولى بحلاه، نسب تاسب العلا أولى بحلاه، ربي سبحانه محمد يا حبيب الله، حبذا إقمت صوتات وفخار، أسماء أنت فيه اليتيمة الأسماء.
الأسماء مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا ربي سبحانه محمد يا حبيب الله صل على نبي واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد زين العراقي وارده في مورده الحني وروى حفظ الإله كرامة لمحمد حفظ الإله كرامة لمحمد تتصون لإسمه آباءه الأم تتصون لإسمه جنة المأوى يا مولا جنة الفردوس جنة المأوى يا مولا جنة الفردوس جنة الخلد يا مولا جنة جنة الخلد يا مولا جنة النعيم تركوا السفاح فلم يصبهم عروم تركوا السفاح فلم يصبهم عاروه من أتم وإلى به وأمه من أتم وإلى به وأمه جنة المأوى يا مولا جنة الفردوس جنة الخلد يا مولا جنة النعيم صلوا على نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه صراط سرى نور النبوة في أسارر غررهم البهية وبدر بدره في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله عدر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ولما رد الله تعالى إبراز عقيدته المحمدية وإدهاره جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أم لمصطفى ونوتي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض وبعضعت لجذبها من النبات خلالا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جانا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرات الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت هوس المشارق والمغارب والدواب والبحرية واغتاست العوالم من السرور كساخمية وبشرت الجن بإدلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهيبة الرهبانية وليت بخبر كل خبر خبير وفي خلا حسنه تا وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي وسميه ذا وضعته محمد لأنه ستحمد عقبا حذر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.